ويا مساء الخير. هذا الفلوج تكمل الفلوج اللي قبل حق قبول الجامعات. بهذا الفلوج راح تشوفون هل انا ترقيت او لا، وهل لو ترقيت فايش انقبلت. طبعا لسه الفرز ما بعد خلص، صح ان هذا كان الفرز الاخير، بس انه لسه في باقي اللي هو الالتحاق، فممكن اني انا اقدم عليه. هو الحين فتح، لكن ما حقدر اقول لكم نتائج، لان هذا الفلوج بينزل يعني حمنتج وخلصه، بعدين حينزل النتائج، عرفتوا؟ النتائج راح تنزل شهر 2، فمرة مرة بعيد، مستحيل اني راح انتظر طول هالوقت ما انزل الفلوج، فلازم الفلوج ينزل. عموما انا سويت اللي هو التحاق، ان شاء الله راح اقدم على التحاق وتعديل. ف اوكي وصلني كومنت، شكرا على كومنتاتكم، صح تقول شكرا على كومنتاتكم الحلوة. عموما شوف الفيديو الحين، وهذه مو النتيجة النهائية اللي راح تشوفونها الحين، اللي صار مو النتيجة النهائية، لسه باقي الالتحاق. طبعا انا انقبلت في الفلوج اللي راح مثل ما شفتوا، اصول الدين والدعوة الى اصول الدين. الحين اللي بتشوفونه هو الفرز الثالث والاخير، وانا برضو راح اقدم على الالتحاق، فيعني حيكون يمكن في فرز رابع، فعشان كذا شوفوا ايش راح يصير في الفلوج وبس، تابعوا الفيديو. بابا ترقيت. ترقيت، صرت علوم اجتماعية. الإحسان زين؟ أحسن، بس أنا كنت في إدارة أعمال. أكيد زين الحمد لله. وش هذا؟ كلية العلوم الاجتماعية، خدمة اجتماعية. وش تخصص صيصير؟ اسمع، تخصص خدمة اجتماعية، كلية اجتماعية تخصص خدمة اجتماعية. وبعدها هنا في نفس اليوم طلعنا للبوليفارد ومع بنات خالاتي، هنا شهد قد حاول توريكم التان حقها وتقول لونك حلو كتكاتي وكمية كلام مو مفهوم. طبعا امدحوا التان حقها، طبعا من قوة التان حتى لا يعرف العين المجردة، هي مصرة انها مسوية تان طبعا، فانتوا يعني قولوا اوه مسوية تان، مرة 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 مسوية تان، شوفوا تستعرض لكم بعد انها مسوية تان. وطبعا هنا للأسف رحنا المحل وقعدنا أطقطق عليها، أقول لها إنه بتدرس مدرسة وما أدري من هالكلام يعني، المهم بس للأسف طلع المقطع فيه موسيقى عشان المحل، فسويت لميوت وأسوي فويس أوفر أحسن من طلع الموسيقى اللي في المحل. طبعا هنا هي قاعدة تحاول تختار دفتر، وأنا طول الوقت مسكتها طقطقة إنه مدرسة وأنا جامعة من هالكلام. طبعا للمسح يعني راح ياخذها بجدية، أكيد كل الفلوج هذا أصلا للمسح. وانا طبعا قد نطاق على انواع الدفازر، كل ما عجبها شيء انا ما يعجبني، واذا هنا عجبني شيء هي ما يعجبها. طبعا هنا محاولات الاقناع مستمره، هي عجبها هذا اللي عليه ورود، بس انا اقول لها انه مو مره حلو صراحه يعني، كانت الديزاينات الثانيه احلى، لكن هي كانت تبغى واحد بسلك. وهنا كانت محتاره هي بين الاثنين، اخر شيء قلت لها ان الاثنين كلهم مو حلوين. طبعا مع الاستمرار في الطقطقه وان هي مدرسه وانا جامعه من ذا الكلام. وهنا طبعا لقيت الشنطه هذولي شنطه اللي وراء، استمرت في الطقطقة أقولها إنها تاخذها يعني للمدرسة. وهنا طبعا الطفل اللي بداخلها، شوفوا إيش ماخذ تكفون، شوفوا إيش ماخذه. طبعا أنا بعدين اشتغل الطفل اللي بداخلي وعجبني هذا. طبعا هي قالت لو شافوك في ماخذة الجامعة بتطردونك منها، سحبتها مني لدرجة إنها حتى ماخذت الغطاء. وهنا طبعا جلست أقنعها إنها تاخذ هذه الفينكات للمدرسة، بس طبعا أكيد يعني المحاولات بات بالفشل وما رضت تاخذها للمدرسة. انتقلنا على المطارات، برضه نفس الشيء ما رضيت تاخذ، تقول انا اصلا اخذ مويه بارده من ذا الكلام. عموما انا يعني حاولت اني اشوف نفسي عليها قد ما اقدر، طبعا المزح يعني لا احد يشخصنها. وبرضه مرينا من عند الشباصات ومن عند هذا يعني المطاطات وكلش، وانا عجبتني ذي العلبه، بس طبعا هي كده طبعا قالت لا، حتى لو كانت عجبتها تقول لا، لان هي تعارضني وانا اعرضها، وكذا الطلعة تكمل. اذا اتفقنا على شيء فعرفوا ان الطلعة فيها شيء غلط، او يعني سكينه فجاه كذا نزلت علينا. هنا رحنا على القسم الثاني من نفس المحل، وقعدت أوريها لبيوتي بلندر، لأن أشكالهم صراحة مرة كانت تجنن، وكنا خاقين على الموفية. المهم جلست أقول إن هذا مو قسمك، لأنه يعني كله ميك اب وأشياء عناية خلاص. وأوريكم برضو الصدمة إني لقيت أواد أذان شكلها غريب، بعد شوي بتشوفونها، مو شكلها لونها. هنا طبعا شهد جلسة تسولف تقول إنه مريولي كان لونها بيجي، بعدين الحين صار كروهات. كنت قاعدة أقول آه حتى أنا بعد كرهت، يقلع أم التسجيل قسم لما أعرف أسجل أحس، ليتكم تقدرون تسمعون، بس للأسف المحل كان فيه موسيقى. عموما الحين بتشوفون، تخيل أول مرة أشوف يعني عود أذان ملون يعني، بس إنه لونه غريب يعني. المهم شاهد قاعدة تسولف لكونها بتروح مدرسة جديدة، بتروح تلبس ماريو الكرهات لأن لونها كان بيجي سادة، الحين صار كرهات. شوفوا بالله،
عود أذان لونه أخضر. أول مرة أشوف عود أذان لونها أخضر، يعني العرب تعرف عليه عود أذان لونها أبيض يعني، بس أخضر هذه جديدة صراحة، أول مرة أشوفها. وهنا طبعا عند قسمي المفضل الميداليات، أنا أحب الميداليات صراحة، عكس ما كنت صغيرة كنت أكثر شيء أكره الميداليات. عموما أنا صدمة إني لقيت نفس ميداليتي بالضبط، بس أنا ميداليتي انهرت وسبت العباية عشانها سودة، وأنا أحط بجيب عباتي فصار شو اسمه نفس هذا الشخصية سوداء، والجديدة نصعت البياض يعني. وهنا طبعا اشتغل الطفل اللي بداخلنا، هي كانت عجبتها هذه الميرميد، وانا كنت اقول لها نيع مو حلو، انا كانت عجبتني هذيك الجديدة اللي كان معها زي الكاستم، طبعا هي برضو قاعدة تقول وع، كل واحدة تقول وع الثانية خلاص. والطفل اللي داخلنا قسم بالله ما قدر يقاوم هالاشياء، كنت أقول لكم إن أنا كان أول وأنا صغيرة يعني كان حلمي إنه عندي عروسة تتعفض جدا، لأن ما كانت متوفرة بكل مكان ترى، ما انتشروا فيها إلا من تالي. وهنا برضو يعني فيلم كرتون طفولتي سندريلا، وهنا كانت شيء غريب يعني أنا كنت أحس بالسلايم اللي فوق، بس شوفوا كيف مرة سايل وحلو فيه إن هذا الكوب تقدرين تستعملينه بعدين يعني مع شفاط مع كل شيء، يعني تقدرين تستعملينه ككوب حقيقي يعني بعد ما تخلصين منه تفتحين اللعبة تستعمليها كوب طبيعي. صدق هنا الطفل اللي بداخلنا يعني ما قدر يتخطى، كل واحدة قاعدة توري الثانية. أنا صراحة كانت عجبتني اللي فوق بس هي مو عاجبها شيء. أغلب المقاطع بشي عليها ميوت لأن في موسيقى. أروح أحضر الحفلة. طيب أسمع 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 أسمع. شفت الحفلة؟ تدري إن في عارض هنا بيجون اليوم؟ لا أمدى بنات شفتوا هذا الجولف كاب؟ صار علينا قصة. طبعا تدرون إن أنا إحنا مرة كنا ماخذين جولف كار وقلبنا فيه. قلبنا فيه. إذا تبون أقول لكم قصة قولوا لي. ايش حركات اكتبوا لي بالكومنت اليوتيوب هذول يعني تشويق ولا عادي. انا انقلبت فيهم، كنت اسوق وقلبت فيهم كلهم بسبب شهد خلاص. انا كنت كلنا كذا هي طحنا على الارض. طيب فجاه احنا كيف شلت طبعا كلهم وجههم اصابات الا انا وانا اللي قلبتهم. كل هي يعني في يدي كلها كانت وكتفها كلها ازرق. ايه جروا فوق كذا سبحتهم غرقتهم بعد. اتالم ولا اتكلم، اتكلم ولا اتالم ولكنني اتالم. يعني انا كنا مسافرين ترى يعني قلبتهم بالسياره وغرقتهم. بعد امي ما تحبه وامهم كرات الشاليه اللي كنا رايحين له شاليه في الشرقيه، وزيت اذكم شعر بيت عقب ما قلبتهم وغرقتهم رحت شاليهم بعد قعدت عندهم. يعني بجاح اكثر من كذا ما في، وبس عادي عادي هذا انا نضحك عادي ما صار. والله تخيل كان هنا كله كذا مقشر عرفت اذا حكيته في وعد صالح عاد يعني دلوع هذا كنت مصفصفت الدمان كنت خايفه يعني من خرافه. بس اسمه خرافه والله ما قاعد تسيح ليلها. بس طبعا يا جماعه طبعا جيناهم متحرولين ايه طبعا يا جماعه ما عاد صاروا يثقون فيني. اقول خلينا نركب مره ثانيه عيو، حتى اختي قالت ما بستاجر كانت تبي تستاجر واحد. بس اليوم كنا يعني في هذا نفس الشارع كنا بنركب ثانيه دنا كانت بتركب. الله والله بس عقب ما قلبت صبت عاد ما امي قالت ترى كنت باخذ لكم يعني واحد ثاني نسيت تسوقون. اروح منا استاشر اروح كذا كذا مو حلو. ما استخدم صحن، ما استخدم صحن، احس اني كذا ما ادري بس كذا صغني. شوف الحجم تكفين. انا بسليبر بسليبر لا خالص ما احب السليبر يصير كذا داخل فور فرو لانه راح تتلم فور. نعم شوف الماسك عليه لولو. انا ترى اشغل لولو الميكروفون هذه جن خذيها لك يا شهد. لا توهم خلص من النساء مسكينة لازم مقلمة وشنطة. خذي خذي الله حلو. صحتي بتروح النادي عرفتي تاخذون كذا حركات. لا انا ما احط هذا. شوفي احس تغير لونه شوي شوي لحظة ممكن اذا ميلت كذا. ايه لا لا المهم ترى لا احنا ما نلبس سكس ترى ابي سكس قصير او زي هذا. اي خذي طويل خذي طويل. لا ما احب انا عندي طويل منوم سوالف اسمه في النادي. إيه؟ اسمه اكاديمية ما اسمه نادي. انا اكاديمية عشان مدي ما احب. الله هذا اللي تحطين فيها الصصار طلع لك شعر صح؟ زي الشعر ذا غطيها. مو قديم تو كسرت المحل للاسف. تقولي خذي هذا الدن انا صحيح ما كبدي مظافرها تبين اخذها اظافر. لا 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 ما هذه خايسه اصبر خليني ادور لك واحده. اصلا حقت اطفال مره شوف صغيره. دورت لك واحده حلوه. طبقها طيحت. شوف والله ما لون الماتشة اللي طلبتها وذبتها. ايش شرفها في الماتشة شوفها من اليوتيوب. تعال اتوقع نلقى ميداليتي هنا بعد. انت من وين شاري ميداليتي؟ انا ابو خمسة.
طبعا لقينا ميدالية. اه هذه كرومي؟ لا هذه رجوات الجنب تاخذها. حلو تستغرين والله حلو خايس هذا والله حلو هذا حلو والله خايس والله خايس هذا حلو هذا حلو هذا حلو هذا مش اخضر وطنية ايش فيك انت انا شايفه شايفه هذا والله حلو لا حلو بس لو هذا ينفع لك كمية ايش ما قلتي الله هذا حلو والله خايس والله حلو كانت مخين طب احنا مش حريم يعني ايه صح شكرا شوف قاعد ناظرك صح تو صبوي طق اشرب الشاي صبح صبح يا جميل ايه صار بلوك طبعا جيتكم الجامعيه الاولى اللي انا بلحقها ان شاء الله ان شاء الله في الجامعه فلقات الجامعه اي انتظروا فلقات الجامعه ان شاء الله ترى انا جاي بس شهد شهد شاتو بيبي مسكينة أنا مخيل الله يعين أصلا راح تثبت المدرسة يا جماعة والله مين صار يروح مدرسة هنا طيب وين نيويورك تكساس قصدك لا عبايتي سنداس هنا وش هالحالة هذه اللي أنا عايشينها يا رب وش هالحالة هذه وش هالحالة داس عبايتها أبغى تهبد على وجهها بلوج روح ناخذ ايس كريم ايس كريم ايش رايكم بالكونفيتي واو ايش رايكم بالكونفيتي لا انتي صورتك بقرة طبعا شوف كروكس شذا شارينا توني شارينا دبي وانا توني شاري بعد جلستي من دبي ما يعني انا لسه ما بعد شاري جزمة الجامعة ان شاء الله قريب انا هذه يعني مو جزمة المدرسة جامعة مسجد الجامعة جزمة المدرسة جزمة المدرسة من سامبا فتح الحاقة يسجلي فيه لا تحقي للإمام طيب لا أنا قبلت ها يلا بروح ناخذ سكريم وقولوا لنا بالعافية المهم لونك حلو كتكاتي من لذتها من ذكتها ذا بالحقي بشفاتي آي الغلا مو وقتها أوكي مو وقتها ترى رح ناخذ سكريم بس غير معروف الأسكريم يعني ما ندري من وين ايوه يلا طبعا قاعدين يصرفون انا طرف ثالث انا كالعاده اذا جابهم يصرفون انا طرف ثالث اختاروا معنا ايس كريم في طبعا هذا ايس كريم كونزون ايس كريم كونزون هذا ايس كريم ايش كونزون شباب ايس كريم كونزون صح كونزون كونزون نعم طبعا هذا هو اللي احبه انا هذا اللي يتفق انا ما احبه بس عشان بدون سكر لونك حلو وقت كاتي يلا مع السلامة ونحبكم كثير أنا شاهد طبعا عشان تقولون لكم يلا مع السلامة حبيبي كنت بصور لكم فلقات حديث السفر ما شاء ما صورت ما صورت كذابة بس بالمطار بالمطار اللي حبها أول مرة أسافر بدونهم هم يسافرون بدوني فانتظر فلقات وبرزلها لا بالحقي بشفاتي يلا مو وقتها لهم يلا مع السلامة كرنجي كرنجي طبعا عشان انا مسوي تان طبعا هي قاعده تقول كرنج انا مسوي تان يعني هو من بعيد يبين طبعا هو من بعيد يبين يعني انت قولي يبين لا تلت لا تكبرها رجعت عشان تحترف اخر شيء ما صورت شيء ايه طبعا قولوا لا كذا لا تقولوا لي انه ما بي انه ما يبين قولي انه يبين لو سمحتوا يلا مع السلامه فقولي يا رب لا تقولون لا المهم لا تقولون ان ما يبين وانت طبعا هذا قد لون طبعا الاثنين طبعا ذا بالحق انا باين شو باين انا باين ها باين واحد شو تبين؟ انا باخذ بعد شوي بفكر اخر شيء تضبطي على عشان حقي باين شفت الفانيلا شفت الفانيلا شفت الفانيلا شوريهم الجلري ايش رايكم بالتنس شوريهم الجلريز اي جلريز هذا ولد عمنا جاي من الديره طبعا هاي ملك انا بعد انت كانت تروح يعني شوف هذا احمر هذا احمر صح صح الجلري شذا هذا من وين هم من وين هذه توري بوش هذه مزروبه من شهد وشهد عرفتها مني والله جديد ايش رايكم وضعهم قاعد عينه بالفلاش وعبايتي الجديده من وين معقلية لا شو اسمه السوق ذا اندلس اندلس ايش رايكم النار وانتي انا تربوش وتتبكر اسكتي يا اختي لا اسكتي بلا شو
طبعا المتابعين اللي صوروا او فولو ترى مشاهد تموت تفشل نعم حرام عليك ما تفشل بس قاعده تمري باش ما تدري بك حرام عباتها من لويس فيتون لعبت يوم عباتها عند العيا مليا وحتى ما تقول لك اكسسواريز تقول جيلري شوف هذا حق نوع اكس وهذا حق نوع اكس جيتكم انا الحين شذا وقالت احمل لكم الفلوق ايش رايكم والله لازم من الصوره خياليه طبعا هذا الكاب اللي على التصويت اخر شرطه تزبط التصويت لا والله تخيل شرطه ب 60 ريال والبس 60 ريال بس 3 ايام حرام والله كنت بلبس اليوم بس خفت احد ينقد علي انت ام ودي في السفره والله ما توقعت 60 ريال احسن ايش قاعد تسوي هذي؟ مرايا شوفوا قاعد اسوي مشروبي انا اصور قاعدة وش رايكم كشختي؟ اللي بسنة 2010 ما تغيرت وشي؟ هذي من اول ما انولد وهي نفس الاشكال حرفيا ما في اي شيء جديد هذي انا تصلح لي بس هذي جديدة انا سهيلة يا سهيلة تصلح لي جربت الموتشي؟ لا جربت الموتشي صحي جربت ماكرون بس والله باي لا هذا ما بين وجه بيكسر هذا اوكي عادي حط شوي لا ما بين شوفي ما بين الهم شوفوا هذا انا شاريتها عشان كذا طيب بحاس بخري معكم شهد طيب شوف الطلب تانا مكشف اوريو و بس والله طبعا حرقان وابو الثقل بس يلا ايه يعني مش هذا من اللي يلا ايش رايكم من كونتون 2 يلا هذه دائما بصير ب 10 على الاقل هسه 16 ايس كريم